وحبينا في أولى فقراتنا في انتي وبس نستضيف الجميلة ولاء محسن خبيرة الأبراج والطاروت، وكلنا عندنا متشوقين. يا ولاء ازيك؟ يا ولاء الأول، ازيك يا نوجة؟ عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله. ولاء من صديقات نوجة المقربين، اللي الحقيقة بحب قوي أعرف منها الأبراج وأخبارها ايه والدنيا ماشية بينا على فين. طبعا يعني هنعرف ايه يا ولاء، احكي لنا كده ان شاء الله. انت شايفه السنه اللي فاتت ازاي الاول قبل ما نخش في الطاروت والابراج؟ انا يعني مش بدي رايي، انا اقرا اقول لك كل برج بالنسبه لك انت. ولاء خلينا نتكلم اصحابك. الجوزاء كويس، انا بالنسبه لي انا قريت لي الجوزاء كويس. الجوزاء حلو. الجوزاء حلو. طيب ما تبتدي كده تحكي لنا كده، تحبي نبتدي منين الاول؟ نبتدي بالابراج، نعرف اخبارهم ايه في 2021، اكتر الابراج مثلا حظا هيبقى مين؟ الجوزاء حظه حلو قوي 2021، الاسد حلو قوي، العقرب تمام، والسرطان هيبدا يقول اربع سرطان يا عيني على فكره بقاله فتره بس عنده مشاكل بالتعب كتير. هيبقى تمام، والقوس كمان هتبدا الدنيا تظبط معاه. اسد وقوس دول ابراج ناريه. وايه تاني؟ وسرطان. سرطان مائي. والجوزاء. والجوزاء. طيب يعني اربع ابراج من 12 برج حلوين. 12 برج حلوين. رضا. طيب انت بتقري يا ولاء بالطاروت. ادينا فكره كده عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه الاول. بصي نوجة، الطاروت ملوش علاقه باي تنجيم، ملوش علاقه باي حاجه بارانورمال. هو كروت اوروبيه قديمه، في منها اشكال كتير جدا. بدات في القرون الوسطى. بنقدر نعرف بيها اي حاجه احنا عايزين نعرفها بناء عن الطاقه. بالطاقه الحاليه ما فيهاش اي تنبؤ، ما فيهاش اي حاجه بارانور، ما فيهاش اي حاجه غريبه. وفيها علم الغيب ولا ما فيهاش علم الغيب؟ ما فيش علم الغيب، ما حدش يعرف الغيب غير ربنا. غير ربنا بالظبط، ده اللي عايزين ناكد عليه على فكره يا جماعه، ان الغيب عموما في ده علم من علوم ربنا اللي تفرد بيها. ما ينفعش. ولاء انا اتكلمت معاها كتير وفهمت ان الطاروت بيبقى جزء من الطاقه، يعني الطاقه الحاليه بتاعه البني ادمين وايه كمان الابراج. الطاقه الحاليه، بصي هو الانسان فيه حوالي هاله من الطاقه، الهاله دي بتبقى عامله زي الاندكس، فيها كل حاجه حصلت له متسجله، كل حاجه بتحصل له دلوقتي متسجله، كل حاجه هتحصل له بناء على الطاقه الحاليه. اوكي. زي بني ادم ما بيعرفش يعوم ونط في النيل هيجرى له ايه؟ هيغرق. هي وده مش تنبؤ. لا، هو طاقته الحاليه ان هو ما بيعرفش يعوم. فبالتالي الطاقه هتقول له ان انت لو نطيت هتغرق. فسهل ان احنا نعرف بيها كل حاجه مخوفانا، كل حاجه قلقانه، نعرف بيها نقاط القوه جوانا ايه؟ نقاط الضعف ايه؟ ايه الحاجه الوحشه اللي ممكن تكون جايه عليا فاخد بالي منها؟ ايه الحاجه الحلوه فابدا ان انا استقبلها؟ ده مهم قوي. طب انا شايفه ان كيبانا النهارده انت بتسميهم داكس. صح؟ كميه داكس وكميه الوان واشكال موجوده معانا. مش ربع الداكس اللي عندي. يعني ايه الفرق؟ يعني انا لما بتقري مثلا بده غير ده غير ده. دايمنشن معين حسب استخدامنا، انا هقرا لايه؟ فكل داك بتجيب دايمنشن معين في الطاقه. اوكي. وحبينا في اولى فقراتنا في انتي وبس نستضيف الجميله ولاء محسن خبيره الابراج والطاروت، وكلنا عندنا متشوقين. يا ولاء ازيك؟ يا ولاء الاول، ازيك يا نوجة؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. ولاء من صديقات نوجة المقربين، اللي الحقيقه بحب قوي اعرف منها الابراج واخبارها ايه والدنيا ماشيه بينا على فين. طبعا يعني هنعرف ايه يا ولاء، احكي لنا كده ان شاء الله. انت شايفه السنه اللي فاتت ازاي الاول قبل ما نخش في الطاروت والابراج؟ انا يعني مش بدي رايي، انا اقرا اقول لك كل برج بالنسبه لك انت. يا ولاء خلينا نتكلم اصحابك. الجوزاء كويس، انا بالنسبه لي انا قريت لي الجوزاء كويس. الجوزاء حلو. الجوزاء حلو. طيب ما تبتدي كده تحكي لنا كده، تحبي نبتدي منين الاول؟ نبتدي بالابراج، نعرف اخبارهم ايه في 2021، اكتر الابراج مثلا حظا هيبقى مين؟ الجوزاء حظه حلو قوي 2021، الاسد حلو قوي، العقرب تمام، والسرطان هيبدا يقول اربع سرطان يا عيني على فكره بقاله فتره بس عنده مشاكل بالتعب كتير. هيبقى تمام، والقوس كمان هتبدا الدنيا تظبط معاه. اسد وقوس دول ابراج ناريه. وايه تاني؟ وسرطان. سرطان مائي. والجوزاء. والجوزاء. طيب يعني اربع ابراج من 12 برج حلوين. 12 برج حلوين. رضا. طيب انت بتقري يا ولاء بالطاروت. ادينا فكره كده عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه الاول. بصي نوجة، الطاروت ملوش علاقه باي تنجيم، ملوش علاقه باي حاجه بارانورمال. هو كروت اوروبيه قديمه، في منها اشكال كتير جدا. بدات في القرون الوسطى.
نقدر نعرف بيها اي حاجه احنا عايزين نعرفها بناء عن الطاقه بالطاقه الحاليه. ما فيهاش اي تنبؤ، ما فيهاش اي حاجه بارانور، ما فيهاش اي حاجه غريبه. وفيها علم الغيب ولا ما فيهاش علم الغيب؟ ما فيش علم الغيب، ما حدش يعرف الغيب غير ربنا. غير ربنا بالظبط، ده اللي عايزين ناكد عليه على فكره يا جماعه، ان الغيب عموما في ده علم من علوم ربنا اللي تفرد بيها. ما فيش، ما ينفعش. ولا انا اتكلمت معاها كتير وفهمت ان الطارود بيبقى جزء من الطاقه، يعني الطاقه الحاليه بتاعه البني ادمين وايه كمان والابراج. الطاقه الحاليه، بصي الانسان فيه حوالي هاله من الطاقه، الهاله دي بتبقى عامله زي الاندكس، فيها كل حاجه حصلت له متسجله، كل حاجه بتحصل له دلوقتي متسجله، كل حاجه هتحصل له بناء على الطاقه الحاليه. اوكي. زي بني ادم ما بيعرفش يعوم ونط في النيل هيجرى له ايه؟ هيغرق. هي وده مش تنبؤ. لا، هو طاقته الحاليه ان هو ما بيعرفش يعوم. فبالتالي الطاقه هتقول له ان انت لو نطيت هتغرق. فسهل ان احنا نعرف بيها كل حاجه مخوفانا، كل حاجه قلقانه، نعرف بيها نقاط القوه جوانا ايه؟ نقاط الضعف ايه؟ ايه الحاجه الوحشه اللي ممكن تكون جايه عليا فاخد بالي منها؟ ايه الحاجه الحلوه فابدا ان انا استقبلها؟ ده مهم قوي. طب انا شايفه ان كيبانا النهارده انت بتسميهم داكس. داكس. صح؟ كميه داكس وكميه الوان واشكال موجوده معانا. مش ربع الداكس اللي عندي. يعني ايه الفرق؟ يعني انا لما بتقلي مثلا بده غير ده غير ده. دايمنشن معين حسب استخدامنا، انا هقرا لايه؟ فكل داك بتجيب دايمنشن معين في الطاقه. اوكي. طيب انت النهارده هتقري لنا بايه؟ ايه بقرا لكم بحاجات انا عارفه انك جايبه داكس جديده عشان 2021 وطاقه جديده ومستشرقين بيها الملائكه كمان، وبحب الملائكه قوي. طيب يلا نبتدي. اول ابراج هتاخدي اول برج ايه؟ احنا اول برج عندنا ايه؟ الجدي. الجدي. هتبداي بالجدي. يا رب طاقه حلوه للجدي. يا رب. يلا بينا. الجدي. الجدي قانون الجذب هيتفعل معاه الفترة الجاية، أول أربع شهور في السنة قانون الجذب هيتفعل معاه. بمعنى هيفكر في الحاجة الحلوة هتجيله، في الحاجة الوحشة هتجيله، فيحاول إن هو يظبط طاقته إن هو يفكر في الحاجة الحلوة عشان تجيله. الفترة اللي فاتت فترة ملل وزهق وعدم رضا للجدي، وكان غالبا في ناس سابت شغل، ناس خسرت لها حاجات كتيرة، لكن في ناس جاي لها رزق، جاي لها خير من وغالبا هيكون من العيلة. في خير جاي لها، هي من شغل من العيلة بس من العيلة أكتر. أوكي. أصحاب الأمراض المزمنة يعني هيتعاملوا مع المرض بتاعهم، إلا إن في طاقة شفاء كويسة جدا في تاني أربع شهور من السنة. اوكي. يعني الجدي يشتغل ان هو دايما يفكر بطاقه ايجابيه، بيحبوا العاطفه قوي. يعني ما احنا قلنا قانون الجذب، قانون الجذب اللي هو بتبقي بتجذبي اي حاجه انت عايزاها، بتشوفي حاجه، يعني اللي هو التفاؤل والتشاؤم، فيحاولوا ان هم يبقوا متفائلين على قد ما يقدروا عشان يجذبوا الطاقه الايجابيه. الجدي كمان هيبدا ان هو يتجه اتجاه طاقي بقى، هيهتم شويه بالتاروت، هيهتم بطاقه، هيهتم بشكرات، هيهتم بيكي، ودي حاجه هتفرق معاه في طاقته جدا، لان هو واضح ان هو خارج من 2020 طاقته اصلا خلصانه. اوكي. ماشي. ماشي. البرج اللي بعد الجدي عندنا مين؟ ايه اشوف الجدي العاطفه. طيب شوفي الجدي العاطفه. عاطفه مهمه جدا، بيزعلوا قوي. لا، في فرص ارتباط للناس اللي ما ارتبطتش 2020، في فرص ارتباط، وغالبا هيرتبطوا بحد اسد، حد ناري، حاجه من ذاك القبيل، وهيبقى يعني عن حب، هيبقى حد كويس ان شاء الله باذن الله. اوكي. مين طيب اللي بعده؟ اللي بعده بعد الجدي عندنا مين؟ الثور. يلا. الثور. بيقولوا لي في الكنترول الثور. الثور. الثور عايز يسافر. في كتير تور عندهم خطة لسفر ان شاء الله بإذن الله تمشي. شوية العصارات المادية اللي كانوا خارجين فيها من 2021 هتمشي، بس هم محتاجين يظبطوا طاقة مالهم. يا إما معاهم فلوس يا ما معاهمش فلوس خالص. محتاجين ان احنا نراضي الزوجة او الام، عشان واضح ان مفتاح نجاحهم مع الزوجة او مع الام. وربنا هيرزقهم بأطفال، الناس اللي فقدت طفل الفترة اللي فاتت او بتسعى لوجود طفل في حياتهم ان شاء الله بإذن الله هيبقى عندهم طفل. احلامهم فيها رسائل. احلامهم فيها رسائل. ركزوا يا دكتور في رسائل اللي بتجيلك عن طريق الاحلام. رجاله وستات. احنا النهارده بنتكلم رجاله وستات. رجاله وستات طاقه. طيب. عامه. عندنا برج السرطان. السرطان مندفع ناحية شغل جديد، مندفع ناحية حاجة جديدة في 2021،
ياخدها بسرعه لان هو بيفكر في الحاجه كتير لدرجه ان هي ممكن تروح منه. لا خدها بسرعه هي فيها خير. وغالبا هو محتاج ان هو يخبي خططه عن الناس، غالبا الحاجه اللي بيقولها ما بتحصلش او بيحصل فيها حاجات تانية. داري على شمعتك في ايد يا سرطان. بالظبط. التوائم الشعله فيهم عندهم اتحاد، عندهم اتحاد مع توأم الشعله بتاعهم او حد بيحبه هيكمل الارتباط بيه. والطاقات المحيطه بيه في 2021 الاسد والطور والدلو والعقرب. اوكي. عندنا الجوزاء. ايوه بقى. ايوه بقى. جوزاء ده قلنا محظوظ ان شاء الله. انا جوزاء يا نوجه لازم يبقى محظوظ. ايوه ولاء جوزاء بترى لنفسها اهو. استنوا لازم استنوني بقى استنوني شويه. الجوزاء الشغل باحسن ما يكون، بس بيحاصل هيبقى في عداوات شويه، هيبقى في ناس هتحاول ان هي تعطلنا شويه. ما نقلقش عشان احنا معانا امكانيات تخلينا احسن من اي حد تاني في الشغل. غالبا عندنا سفر، والسفر دي هيبقى يعني ترفيه او شغل. نسافر هو فيه خير. طيب نركز بقى في البرج الجاي عشان ده برج مهم جدا. نشوف العاطفه للجوزاء ايه نوجه لو سمحت. ثانيه واحده هنشوف العاطفه للجوزاء بعد اذنكم. العاطفه للجوزاء، الجوزاء من البنات فيه من احلى ملكات التاروت اللي بيدوا كل الطاقات. طاقه الام والصحبه والخطيبه والحبيبه. حلو جدا جدا جدا. الشريك بيرتبط بيها، بيرتبط بيها لنفسها رغم ان هو بيتلام كتير على الارتباط ده، بس هو مكمل. المرتبطين هيكملوا واللي هيرتبطوا بيهم هيكملوا. طيب ركزي بقى في البرج الجاي ده، هاتي بقى دك جديده خالص. الاسد بقى اوعى وشك. ده برجي. حاضر يا نوك. ركزوا يا جماعه في برجي. والنبي الاسد ده غلبان. قول يا ستي. الاسد أولي. جميل. الاسد. رغم محاولات كتير ان ناس ممكن تعطلك، ان ناس ممكن تحاول ان هي تخليكي تتعطلي شويه بالذات في مجال العمل، الا ان انت هتقطعي خطوات 2021 ان شاء الله باذن الله. الخطوات دي انت ما قطعتيهاش قبل كده، هتقطعيها في وقت قصير. عندك بدايه جديده، البدايه الجديده دي هتبقى في اول السنه، وهيبقى البدايه دي فيها خير ليكي جدا ان شاء الله. شوفي لنا العاطفه لو سمحتي. ارجوكي العاطفه لو سمحتي. ثانيه واحده يا جماعه نشوف العاطفه ونرجع لكم تاني. الاسد لا يعوض مكانه احدا. واخد مكانته عند الاهل، عند الصحابة، عند الحبيب. مكانته دي لو فضيت مفيش اي حد تاني بيعرف يملاها. اوكي. طيب نخش على العذراء. يلا. العذراء غالبا اتعرف على حبيب في بدايه او في اخر 2020 بمعنى اصح. ممكن تكون ظروف المقابله غريبه، ظروف التعارف غريبه، الا ان هو حد مناسب ليه. يبانوا ان هم مختلفين، الا ان هو حد ده مصدر خير ومصدر دعم ليه جدا. اوكي. شوف له الشغل بقى عشان هو العاطفه نزلت له هو الاول. العذراء بيحاول ان هو يوسع شغله، في ناس منهم بتشتغل اكتر من حاجه. السعي ده ما بيروحش كده، ده بيجدد فعلا طاقه ماله، بس هو محتاج ان هو يوازن طاقه ماله. لان غالبا مصاريفه اكتر من الدخل بتاعه. هتتوازن 2021 ان شاء الله، هتتوازن لان هو عنده دخل زياده 2021 ان شاء الله. الميزان. الميزان طير لنا ورقتين. الميزان وقع علينا الورق. الميزان ده مين ميزان هنا؟ الميزان. الورقتين اللي طاروا. الميزان بيسيب كل البيبان مفتحه. النصيحه بتقول له اقفل باب قبل ما تفتح باب تاني. اوكي. يعني ببقى شغال شغل ودور على شغل تاني، لا خلص الشغل ده الاول وقفله، هيتفتح لك طاقه شغل احسن بكتير. يحب واحده يروح يحب واحده تانيه. خلص العلاقه الاولانيه وبعدين تشوف التانيه. لازم نفتح الباب، يعني نقفل باب عشان نفتح باب تاني. اوكي. اللي جاي عنده 2021 هو يعني هيعمل اي حاجه ويسافر. السفر موجود في طاقته 2021 ان شاء الله. السفر موجود في طاقته، والسفر ده فيه خير لي وفيه راحه نفسيه لي. يعني هو هيرتاح نفسيا جدا جدا لو سافر. شوف له العاطفه. شوفي له العاطفه. شريكه من احسن ما يكون. الشريك بتاعه محب ليه جدا ومرتبط بيه، بس هو الشريك بتاعه مرتبط بيه زياده عن اللزوم. فدي حاجه بتخنق الميزان. طيب بسرعه بقى يا ولاء لان وقتنا. حاضر. انا معاكي. العقرب. العقرب. حاضر. شوفي له حاجه واحده عشان الباقي الابراج دايما القوس اللي ورا ده والابراج اللي ورا دي بتبقى مش واخده حظها. المخرج بيقول لك هو القوس فبراحتك خالص، معاكي الحلقه كلها. احنا عقرب دلوقتي. اتفضلي يا حضرتك. العقرب
العقرب كان ليه حق ال 2021، الحق ده بيرجع، الحق ده بيرجع وبقوه، وبيرجع بعداله من عند ربنا. العقرب يا ريت يتعلم ما يعملش الحاجه الصح مع الحد الغلط. اوكي، شوف العاطفه للعقرب. العقرب مش راضي عن فرص الارتباط، عنده خوف، عنده تخوف، الا ان هو هيلاقي حد اللي هيخلصه من كل مخاوفه دي. وعنده بدايه جديده 2021. طيب عندنا بقى برج القوس. براحتي بقى، براحتك بقى، يلا عشان المخرج ما يقطعش عليا. يا رب توقع حلوه لبرج القوس ان شاء الله. برج القوس هتسمع حاجات في بداية السنة غالبا في مجال العمل، أو نصايح ما تاخدش بالنصايح دي، دور وراها، إن غالبا عندك حد بيديك كلام الكلام ده مش صح. شغلك الدنيا فيه تمام، إلا إن أنت محتاج إن أنت تتماسك فيه أكتر، أو تعمل حاجة جديدة الحاجة دي هتعمل لك نقلة. في ناس هتتخلص من علاقات سامة، هتقفل علاقات سامة من برج القوس. هتقفل علاقات سامة، يعني ما يزعلوش على حد يخسروه علشان خاطر قال لك قفلتها خلاص. طب خلاص ده القوس قفلها. قفلها خلاص، بس هو ليه حق فيها. وليك حق فيها يا قوس. طيب الدلو. الدلو 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 الدلو. رب توقع حلوة للدلو. الدلو، الدلو الفترة الأولانية من السنة هيبدأ إن هو يهتم فيها بنفسه جدا، هيبدأ إن هو اللي كان بيديه للناس قبل كده هيديه لنفسه هو. بس عنده حاجة ليها علاقة بالقانون، بس الحاجة دي إن شاء الله هتخلص بشكل مريح ليه وكويس ليه. الشغل، ما تدخلش حالتك النفسية في الشغل علشان خاطر بدأت تخسر ناس في الشغل، فلا، عايزين نرجع نكسب الناس زي ما كنا كسبانينهم قبل كده، وعندهم ارتباط واضح وصريح ومباشر 2021. آخر برج معانا يا ولاء، برج الحوت. لازم يعوض الحوت، لازم يعوض الحمل، ما قلناهوش حوت وحمل. حاضر، ناخد مين الاول؟ الحوت الاول. الحوت. يا رب طاقه حلوه للحوت. الحوت كان تعبان قوي الفتره اللي فاتت. الحوت كان تعبان. الحوت، الحوت عنده سفر، السفر ده هو كان مأجله بقاله فترة، بس هو خلاص أوشك إن هو يتم. الحوت قرر إن هو يسيب كل المشاكل ويكبر دماغه ويرضى. فهو دخل مرحلة الرضا. حلو قوي مرحله الرضا دي. جميل. بصي، هو حاجه وحشه راضي، حاجه حلوه راضي. أوكي. فهو ربنا اكيد هيكرمه في الرضا ده. اخر برج معانا يا ولاء، برج الحمل. حاضر. برج الحمل 2021 هتبقى فتره خير عليه وفتره رزق عليه. بس الحمل مشكلته ان هو ممكن يكون كلامه كتير، بيخطط وبيتكلم اكتر ما بيعمل. اعكس الايه 2021 هتلاقي الدنيا كويسه معاك جدا. و2021 في حد قديم علاقته كانت مقطوعه بيه بيفكر جديا ان هو يرجع يتواصل معاه ويكمل معاه. حلو قوي. الابراج كلها على فكره شكلها كده هادي ورايق، وان شاء الله ان شاء الله بخير على 2021. ولاء انت شكلك جعانه؟ أنا شكلي جعانة. أنا جعانة ولاء جعانة. والمخرج جعان وكلنا جعانين. هنطلع دلوقتي بسرعة كده، ومعانا الشيف إسلام زينهم، ومحضر لنا سفرة راس السنة. هتفضلي معانا يا ولاء؟ معاكم. وهناكل وندوق مع بعضينا، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني، وطبعا اللمة الحلوة في راس السنة ما بتحلاش غير بالأكلة الحلوة والسفرة الحلوة. والنهاردة الشيف إسلام زينهم عازمنا على العشاء. ازيك يا إسلام؟ أهل. أنا سعيد جدا قبل ما أسلم كمان إن قعدت قدام حضرتك النهاردة لسببين. السبب الأول ابتسامتك، وده ممكن نحسم بيه ختام سنة ماضية. الحمد وكمان لله. عشان معانا ضيفتنا الجميلة اللي هتقول لنا السنة الجديدة. السنة الجديدة. لا ولاء النهاردة قايلالنا حاجات حلوة. واللي ما بينهم إن شاء الله. دور الأكل ده اللي هنتكلم فيه. وكل سنة طيبة، وسعيد إني كنت معاكم. ميرسي يا إسلام. عازمنا على إيه النهاردة؟ والله إحنا حبينا نعمل حاجة بنحبها في رأس السنة، بس بتبقى حاجات مكلفة. طب نعملها زي كوبي وبست، الحاجة اقتصادية وفي نفس الوقت العين تاكل نفس الماتيريال. هو سواء الفراخ المحشية أو اتعودنا على الضاني أو حتى الرومي. طب إزاي عشان نعمل تخيل هتعمل لنا ديك رومي النهارده بقى راس السنه؟ بس هيبقى محتاجين استوديو، يعني انا كنت حابب ده يبقى لايف اكتر. انا مش عايز اللي بيتابعنا يتفرج على الاكل اكتر منه يفهم ازاي بيتعمل.
فانت عمل لنا ديمو كده صغنن عن الفراخ ونشرح اكتر من الحجم اللي اتعمل. طيب أوكي. احنا عملنا فراخ محشيه بحيث ان احنا نعمل سيرفيس الرز بالمكسرات، شويه بطاطس قطعناهم شرايح شويناهم وحطينا عليهم معلقه زعتر وجوز الطيب وبهارات فقط لا غير، ده مع البطاطس عشان تبقى صايد. خلي بالك ده هيبقى عشاء في راس السنه طبعا. يعني الساعه 12 لازم يبقى الموضوع خفيف برده ومش تقيل. لا بس عايز اقول لك حاجه، مفيش حاجه بتبقى تقيله في الفرح. واحنا اكيد لازم نتمنى ان احنا نفرح في سنه جديده، فاكيد نتمنى اللي هيعمل ده اكيد هيكون جاهز لاكله. يعني جبت الفراخ تبلتها حشيتها بالكبد والقوانص مع الرز طبعا بعد ما بديله تسويه بسيطه على النار. الكبد والقوانص نفسها بتشوحها على النار. تمام ست بيت. شفت انا عارفه ازاي؟ ببدا انزل معاه الرز او الفريك يكون منقوع لو حد هياكل الفريك. بعد كده ببدا اتبله، ويعشق اي حاجه محشيه سواء فراخ او لحمه تعشق القرفه حتى لو محدش بيحبها. ممكن نحط سنه بسيطه لان دي مش بتكسر الزفاره. دي بتطهر عمق ريحه الزفاره في اي حاجه فيها بكتيريا سواء كانت لحمه او فراخ. الا السمك لانه بيتفاعلوا مع بعض. دي القرفه. اوكي طيب نبدا نحط صوص من بره. القرفه انت حطيتها في الحشو ولا في الرز؟ في الحشو. في الحشو. في الحشو. الرز بيتحط له التوابل بتاعته بعلي له بقى الفليفر علشان هو مش هيتسلق مع الفراخ فمش هينزل الجوسي بتاع الفرخه مع الرز. الفليفر بتاع الفراخ. فابدا احط له البيوم بتاعي او الشوربه عندي فراخ او ممكن احط جوز الطيب وبهارات وابدا بقى اعمل انا توابلي بتاعتي انا. حاطط زبيب، حاطط كمان السوداني، مش هنجيب كاجو مفيش مشكله. مش هنجيب فستق النهارده اسلام موفر لنا خالص. بس حاجات بسيطه كده بس نفرح ونتبسط وناكل اكله حلوه. مظبوط هو دي يا فندم. انا بدايها بفرحه هتنتهي في نهايه بفرحه. كلتي في النص، غنيتي في النص، صليتي في النص، اشتغلتي في النص، هي دي معطيات الحياه. بس نبداها فيرست امبريشن جيد هننهيها جيد في اي مهنه هتبقى كده. وبالتالي خلصتها بعد الطريقه دي، حطيت لها صوص من فوق اللي هو مسود ده. ده مش محروق يعني، ده برضو لو ما بين الفاصل في النص هقشر لكم في الفاصل. هتشوفوا ان دي الطبقه اللي بخليها وهي بتدخل الرست في الفرن علشان تبدا تلم وتبدا تديني تست افضل. ببدا احط لها الصوص ده عشان يعمل عازل مع الحراره. أوكي. ما تتحرقش وما تنشفش. وفي نفس الوقت خدت الصوص. برافو. ويدي فليفر حلو. طب كده بتسالي اسلام انت عندك حبيبي يا اسلام؟ نتمنى ده من الله. النهارده معانا ولاء ومكمله معانا. الفقره اللي فاتت كنا بنتكلم على الابراج حلو. في 2021. جميل. دلوقتي قلنا عايزين رسائل من الحبيب. طب يلا لكل واحد فينا هيطلب رساله من الحبيب. اوكي ليديز فيرست بليز. لا لا انت الاول. لا ما ينفعنيش الكلام. يلا يا ولاء قولي لي رساله من الحبيب. برج ايه الاول؟ انا برج الاسد. ابدا بالاسد؟ اه يلا بينا. انا يا ليكي على طول. اه ورايا على طول. العذراء. رساله جميله قوي. بيقول لك انت عارفه ومتاكده ان انا عايزه اكمل معاكي طول العمر. اه بس خلاص كده؟ اغبات ولا ايه؟ دي رساله ده هي بتجيب لك من الاخر. طيب اسلام العذراء 1991 يا نهار ابيض. العذراء يركز معانا يا جماعه اللي في الكنترول. في هنا كتير كده؟ كتير عذراء. طب يقولوا لي علشان نشوف الدنيا. رساله الحبيب. ابذل مجهود عشان توصل لي. حلو. ما انا اكتر مني ما بيني وما بين حضرتك خدادية يا فندم. اوصل لي فين؟ مش انا مش اكتر من كده. اذا كان كده ماشي حابب توضيح يا فندم. طب ده كويس. طيب كل حاجه محتاجه مجهود. القوس على المخرج القوس صح؟ اه يلا رساله من الحبيب اسمع. انا عمري ما اقدر انسى كل حاجه حلوه انت عملتها لي. واو طب ده حلو ده. طيب طب عايز سؤال بس للمخرج. هل نقول له برجك بيقول ايه ولا نقول له طبقك النهارده هيتاكل فيه ايه؟ ايهما اهم للمعده؟ طبقك طبقك. لا محتاج اسمع ده سؤال مهم جدا. الرجل يستدعي المعلومات الفكريه اكتر ولا الفكريه مع غذائيه؟ لان زي ما الستات بيقولوا كتير ان هو دي حاجه كده ولا اروح. مش عارف اكمل الجمله ما شاء الله عليها سابق الحدث. فانا عايز اجابه بجد. لو راجل اتسال دلوقتي تحب تاكل ولا تحب تعرف اجابه شيء سواء كان غيبي او عملي او اجتماعي او حتى واقعي؟ كل دول محيط عمل بناء عليه هنقارنه بناء عنه وشهوه الاكل. هو الاكل ده اشتياق بالظبط زي الفطريه بتاعت الانسان في كل حاجه في الحياه. غريزه. انا عايز اعرف في ناس عندها كنترول في ده ولا في ناس لا كل حاجه بتبقى بعد ده؟ كنت محتاج. لا في ناس طبعا عندها كنترول اكيد. ده كويس. عندها كنترول. وشك الكنترول مش في الكميه. الكنترول هنا مش في الكميه. في ان انا هسمع. ايوه في الأولوية. ترتيب الاولويات. طب ممكن ندوق يا اسلام ولا يلا يلا انا هقوم مش هبهدلك ماشي. حد هجيب لنا بسيطه. بصي
هات الطبق الكبير ده. اديني بقى. ما اقولكيش. تسلم ايدك. والاستاذه كمان. طب ولاء ما تشوف لنا هتاكلي؟ طب انت كولي ولا لا؟ انا هشوف الاول. ادي اسلام يشوف. لا هشوف انا الاول. يلا ايه تاني البرج اللي جاي؟ شوف لنا الحمل كده رساله من الحبيب. محتاجين نسمع حاجه عن توابع كورونا. يا عم افتكرنا حاجه عدله. لا انا شايف الحمل بيقول له انت قلقان مني، ما تخافش مني، انا اكتر حد بيحبك وبيخاف عليك. لا هي سنه حلوه، هي الاستاذه مريحانه. السرطان عايز يعرف. السرطان؟ حاضر. إيه عندك حاجه منعاني ان انا اقرب منك؟ عندك حاجه منعاني؟ طب الحوت الكنترول كله في ودني دلوقتي. تسلم ايدك. الف هنا وشفا. مكانك محدش بيعوضه ابدا. مكانك محدش بيعوضه يا حوت. انا حابب اقول لحضرتك حاجه بقى، يعني لو تسمحي لي في نقطه كورونا. كورونا هي من وجهه نظري هو وحي واقعي اوحى الى الناس ان هنالك بعد ما لم ندركه. في ناس اللي كانت تركت الاديان وبدات تعتقد ان الفكر البشري ده هو القائد الاعلى في الحياه. اكتشف ان هو مش عارف ده ايه. مش عارف هعمل ايه. اذا طب ما احنا هوت يعني ضعاف. نعمل ايه حتى نزداد قوه؟ زي ما ربنا قال نتعلم من توابع الازمات، فان الازمه هي مفتاح للسعاده بل هي مفتاح للحلول، لان دي بتعملي باك جراوند. ده فيلسوف يا شيف اسلام. دي بتعملك باك جراوند. بصي على فكره مناسبه كورونا طبيعيا. اللي ما بيفكرش فيها كتير، اللي ما بيجيبش اسمها على بقه كتير. اللي ما بيتابعش اخبارها كتير. انا بطلت اتابع اخبارها. مقتنع ان هو مش هتجيله. مش هتجيله. هي الاستاذه لسه ما فهمتش. دي نظريه الجدل. انا في حته ثانيه بقى. انا بتكلم في نقطه انه هو واقع حصل. زيه زي ما حصل قبل كده ايدز او طاعون او شويه تعب عادي او ازمات اجتماعيه. ما هي ازمه، انا بتكلم كازمه بقى. اي ازمه بتحصل هي لازم تبقى باك جراوند. علشان لما يتقرر شيء من نفس عمق نفس الازمه حتى لو بشكل تاني او من على حدث تاني. ابقى سابق خطوه في ان انا عندي باك جراوند كيف اتعامل مع هذه المواقف. داخلين على سنه جديده، اكيد عرفنا كيف نتعامل مع السيفتي، ازاي نامن نفسنا، ازاي نلبس بقى الكمال بتاعتنا. هنتعامل ونظبط الدنيا ان شاء الله. ولا كمل لنا، عايزين رسائل حبيب. سيبنا من الكورونا يا اسلام دلوقتي. اوكي. لا بس حبيت برضو اخلي الناس حبيب كمان جاي. البرج الجاي قول لنا مين عندنا كمان. برج ايه؟ برج الدلو. الدلو. هرجع لك تاني في اقرب فرصه. اللي حبيبه بعد عنه هيرجع له في اقرب فرصه. حلو. طيب والعقرب قلناه؟ العقرب ما قلناهوش. نقوله تاني. نقوله تاني. في راجل برج اسد ده هيموتني. العقرب بيقول ذنبك بيخلص مني سامحني. العقرب بيطلب منه السماح والعفو. حلو. في تراجع ناجح. الاسد الراجل تفرق عندك ولا هي نفس الرساله؟ اصحاب له هو رساله بطاقته هو مين؟ سؤال حلو. الاسد مين اللي طالب بالرجل الاسد اللي عندنا؟ ايوه اسمه ايه الحد اللي في الكنترول؟ مصطفى. صديقنا مصطفى، صديق البرنامج مصطفى. وضعك احسن مني بمراحل. وضعك يا مصطفى احسن من حبيب بمراحل. وهو لسه بيحبك. وهو لسه بيحب. انا حاسه ان انا بقيت قاعده. لا وبالذات مع الستايل الفرعوني الجميل ده مع الحب مع السعاده اللي بدات بيها. شوفي احنا السنه مع شجره الكريسماس. شفت عامله لكم جو انا النهارده. جميله جدا. ميرسي يا اسلام على الطبق الجميل اللي انت عملته لنا. وان شاء الله هيبقى فيه فقرات وحلقات نقعد بقى نجرب ونوري الساده المشاهدين الحاجه بتتعمل ازاي. وميرسي يا ولاء على النصايح بتاعت الابراج وعلى رسائل الحبايب اللي جات لنا كلنا. واحنا بنودع سنة 2020 طبعا كلنا بيجي في بالنا اكبر حدث حصل يمكن من سنين كتير هو حدث الكورونا. اغلب الناس شايفاه بطريقة سلبية او شايفة انه هو عمل تباطؤ في العالم كله من ناحية الاقتصادية وحتى الناحية النفسية على كل الناس. لكن الحقيقة خليني احكي لكم عن تجربة شخصية. حدث الكورونا او الوباء اللي اجتاح العالم في 2020 انا شايفاه من وجهه نظري هو حدث ايجابي وايجابي جدا. برجع بيكم بالذاكره لسنه تقريبا ورا. كان ليا زي لايف مع كل الناس المتابعين ليا وحاولت اشجعهم ان في وقت الازمه لازم نبقى ايجابيين،
لازم كل واحد يستغل فترة الحظر وفترة الهدوء اللي كلنا بقينا فيه، بقينا في حالة من السكون والهدوء، كله التزم بيوته على قد ما بيقدر، وابتدينا كل واحد يدخل داخل نفسه، انعزل شوية عن العالم الخارجي وابتدى يركز على حاجات جواه. وكانت النصيحة بتاعتي لكل الناس اللي كانوا بيسمعوني ساعتها، حاولوا تكتشفوا أفاق جديدة في نفسكم، مواهب جديدة، في اللي اتجه للمطبخ، في اللي اتجه للتيك توك، في اللي اتجه لان هو ينمي موهبة معينة عنده. النهاردة معانا موهبة من المواهب دي اللي اكتشفت نفسها في فترة او في زمن الكورونا، معانا ومعاكم حرة، او زي ما بيعرفها اصحابها ليلى حازم. ازيك يا لولا؟ ازيك يا نوجة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ليلى، انت من الناس اللي كنت متابعاني وخدتي بالنصيحة اللي اتكلمنا فيها، ان احنا ناخد فترة الحظر او فترة القعدة في البيت، ان احنا ندور جوانا على موهبة او حاجة بنحب نعملها ونشغل وقتنا ونشتغل عليها. وما شاء الله عليكي، النهاردة عملتي براند بقى بيسمع، يعني يمكن اقل من سنة بقى فيه براند باسم حرة، ناس كتير بتتكلم عليه، ناس كتير متابعاه، متابعة الجديد بتاعه. احكي لنا كده، ايه هو حرة اصلا؟ انا في فترة كورونا قررت ان انا هحط على الارض الواقع حلم كنت عايزة اعمله من زمان قوي، او حاجة انا بجد كنت بحبها بس مكنتش لاقية لها وقت، كنتش عارفة هبدأها امتى او ازاي او منين. طول عمري كنت دايما رايحة ناحية فاشن قوي، لبس، الحاجات الارتستيك اللي بتخلي شكلنا حلو. بعد كل ما اركز اكتر بكتشف ان هي الشنطة هي البيس اللي بتغير شكل الاوتفيت كله، يا اما تخليه حلو قوي يا اما تبوظه خالص. كل الناس بتلبس فساتين وكل الناس بتلبس بنطلونات وبروفرات، بس الايتمز دي بيس اوف اكسسوري الحلوه بتفرق. فانت اخترتي البيس اوف اكسسوري اللي هي الشنطه. اوكي، عملتي كونسبت مختلف. الحقيقه بقالنا فتره ما شفناش الكونسبت ده، اللي هو الشغل اليدوي. انت بتشتغلي الكلام ده بايدك يا ليلى؟ بشتغل، كنت في الاول بشتغله بايدي. بعدين لما دخلت الجامعه وبقى عندي، ما بقاش عندي وقت قوي زي الاول، فقررت ان انا ليه ما اشوفش ستات تانية محتاجه فعلا الشغل، بما ان احنا كل حد حاله توقف في الفترة دي. فاشوف ستات تانية في كوره وفي حاجات تانية بعيده عن القاهره محتاجه الشغل قوي، ان انا يفيدوني وافيدهم، تديهم انت الديزاين، تديهم الفكر، وهم ينفذوه لي بالكميات اللي انا محتاجاها. اوكي، فانت كده كمان عملتي تنميه، يعني ليلى دلوقتي عملت تنميه لسيدات تانيين مش ما عندهمش يمكن الفكر او ما عندهمش الطريقه للتسويق. طبعا احنا عارفين ان كل البنات والولاد الصغيرين دلوقتي متجهين قوي للتسويق عبر الانستجرام والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، فعملتي فكره ان انت شغلتي ناس مش عارفين يوصلوا للحاجات دي، وانت بتسوقي الشغل ده، بتديهم الفكره وبتديهم الديزاين وهم يشتغلوا بايدهم. طيب احكي لي ازاي تجربتك مع التسويق، انت لسه صغننه، ايه اللي خلاكي تتجهي للتسويق عبر السوشيال ميديا، وعملتيها ازاي، لعبتيها ازاي؟ يعني كنت حاطه في دماغي الاول، شفت ايه التارجت اودينس بتاعي، وان انا محتاجه اوصل فكرتي او البراند بتاعي او ان انا عايزه ابيعه لمين. فلقيت ان انا متجهه اكتر ناحيه الناس الصغيره. الناس الصغيره بتجيب حاجاتها منين؟ بقى كله اونلاين، نادرا قوي ما الاقي مثلا انا او حد من صحابي نازلين نلف في المحلات عشان نشتري حاجه. بقينا دايما كله يفتح التليفون، نكتب كيورد على الحاجه اللي احنا عايزينها، ويلا اونلاين شوبينج. اوكي، فبدات ان هي تبقى اكونت على انستغرام. حاجه ما كانش معايا البادجت قوي ان انا انزل بقى واعمل محل واعمل حاجه كبيره، فعملتي ستور اونلاين. ستور اونلاين ما كانش، وده كان وقت أي الكورونا حاجة. كمان ده كل الناس كانت بتشتغل من اونلاين. طب ليلى، انا بصي، انت عارفه ان انا بحب الاكسسوارز وبحب الشنط، في شنطه عيني هتطلع عليها فتسمحي لي مثلا اجرب اشوف دي. دي شنطه، دي احكي لنا يا ليلى الديزاين ده عملتيه ازاي وفكرته ايه؟ دايركشن تانية خالص غير كل الحاجه، يعني الباقي هتلاقيه كله حاجات هاند ميد قوي. دي بدانا ندخل فيها زي دايموند صغيره وحديد بس ماشيه مع كريسمس، ازاي كريسمس قوي بقى فيها برودكشن اكتر من الباقي الحاجات التانيه. دي كانت في رحله لتركيا، مصنع هناك عرفته بالصدفه. اوكي، فتعاملتي مع مصنع عمل لك الديزاين اللي انت، ينفذ لي الديزاين اللي كان في دماغي، اللي كان في دماغك بطريقه بقى بروفيشنال، بطريقه بروفيشنال، لان انا عمري ما كنت هعرف اعمل، لان الديزاين انا شايفه ان هو
في تفاصيل كتير وفي ماتيريالز كتير صعب انها تتعمل هاند ميد. صعب انها تتعمل هاند ميد. فالمصنع ده عامله منه انت بقى الاسود ده فيه زي باج كده سودا من جوه عشان تكونتين الحاجه ان هي ما تقعش من الفراغات. انا حاسه ان هو ريد كاربت ستايل قوي يعني بصوا قوي. او كريسمس ستايل بصوا يعني انا كان المفروض اخدها اسهر بيها دي النهارده. وفي منها البيضه بتاعتها. وفي منها البيضه بتاعتها. طب في كمان ديزاين حلو قوي تسمحي لي كده ان انا معلش برضو ده داخل فيه تو ماتيريالز مع بعض او اثنين خامتين مختلفتين الخرز والنحاس. الخرز والنحاس انت مدخله اللولي الابيض مع الجولد او اللولي الجولد واضح كده اهو للكاميرا مع اليد الميتل وشكل اليد مختلف ومش دارج يعني ده اللي حلو فيه ان هو مش دارج مش حاجه موجوده في كل حته. دايما لما بحب اعمل ديزاين لحاجه او ازود حاجه للماركت لازم اشوف حاجه مش موجوده لان انا فكرتي ان هو لازم الحاجه تبقى مختلفه عن كل حاجه ثانيه موجوده لان كل حد بقى بيعمل شنط كل حد بيعمل لبس كل حد بيعمل اي حاجه وعايز يعملها مختلفه جدا مختلفه قوي يعني هي دي الكلمه كان لازم ابقى مختلفه لازم يوم ما ازود حاجه ما زودش حاجه كل حد عنده عشان خلاص يلا اعمل فلوس وخلاص. والشنطه حجمها حلو هي مش كبيره مش الحاجه صغيرة ومش صغيره يعني تاخد الحاجات الاساسيه والموبايل والمحفظه موبايل محفظه فيس ماسك اهم حاجه فيس ماسك. ليلى مهتمه جدا بالفيس ماسك. طيب وفي واحده برضو فظيعه عجبتني جدا اللي هي العين. اشمعنى العين يا لولا؟ حسد الحسد. لا شكل العين كمان سيبك من موضوع الحسد شكل العين مميز جدا وبصوا جميله قد ايه كده باينه كده بصوا حجم الشنطه وشكلها والالوان اللبني مع الابيض مع الابيض مع الفاتح مع الازرق الغامق حلو قوي يا لولا. فكرتي انك انت تعمليها مثلا بسترايب او بحاجه؟ عملت منها كروس بس حجم اصغر لان دي كانت كبيره قوي ان هي تبقى بخرز كبير كده وتبقى كروس عملت منها الحجم الاصغر شويه وزودت لها الستراب شفاف بنفس الخرز الشفاف اللي فيها وخليتها بتتشال وتتركب علشان اللي عايز يمسكها كده او اللي عايز يلبسها كروس يقدر يعملها زي ما يقدر يعمل الاثنين. طيب الشنط حلوه قوي يا ليلى بس اللي استوقفني الحقيقه اكتر من الشنطه هي فكرك في اختيار الاسم يعني اغلب الناس زي انا مثلا كل واحد يحط اسمه على البراند بتاعه او يعني اغلب الدارج ان يحط اسمه او اسم المنتج اللي هو بيبيعه اكسسوارز باجز اسم الشخص نفسه اللي هو صاحب البراند لكن انت اخترتي اسم غريب ومريب حره. حره معناه ايه وليه اخترتيه؟ حره حره في ايه؟ حره بالمعنى الايجابي ولا حره بالمعنى السلبي؟ حره بالمعنى الايجابي. حره كنت عايزه اسم بدل ما احط اسمي انا ليه ما احطش اسم حاجه بتعكس شخصيتي او بتعكس البني ادمه اللي انا عايزه ابقاها. دي الحريه مش الحريه اللي هو بلا قيود هي الحريه هي بلا قيود بس بلا قيود الكويسه مش اللي هي حريه اعمل اللي انا عايزاه وقت ما انا عايزه يدور الناس لا انا اعمل اللي انا عايزاه وقت ما انا عايزه طول ما هو حاجه تخصني انا بس حاجه مش هتضايق حد او مش هتبوظ لي حياتي. حريه الاندبندنس جايه هي اقدر اعمل اللي انا عايزاه طول ما حاجه كويسه انا عايزه اعملها مش هخلي حاجه توقفني او حاجه تخليني افكر مش تخليني افكر مرتين قبل ما اعملها تخليني افكر مره حتى واحده قبل ما اعمل الحاجه دي. وقت ما افكر ان انا عايزه اعمل حاجه خلاص انا حره هروح اعملها. انا ده اللي انا عايزاه ده اللي حره. وانت عارفه لما بيقولوا على سيده يحبوا مثلا يوصفوها بصفه جميله بيقولوا لها دي ست حره فكلمه حره دي يعني زي تاج على راس اي ست او بنت ان يتقال عليها ان الست دي او البنت دي حره. انا مبسوطه قوي يا ليلى بوجودك النهارده معايا في راس السنه شرفتيني وحاسه ان انت ان شاء الله هستضيفك السنه الجايه وانت السنه الجايه بقى بطريقه ثانيه خالص بستايل تاني خالص وان شاء الله هتتجهي للعالميه لان فكرك مختلف الديزاين بتاعك مختلف وكمان دماغك مختلفه. نورتيني وكل سنه وانت طيبه وهابي نيو يير. ورجعنا لكم تاني وبعد الفاصل ومناسبه راس السنه جبنا لكم بقى
بوريك كتير 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 وزي ما بيسموها ويجز دلوقتي. ومعانا مصفف الشعر وليد فرانسوا. ازيك يا وليد؟ اهلا. تمام يا فندم، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه، منورنا في الاستوديو. ربنا يخليك. ومعانا ندى جوده كمان منورانا في الاستوديو، وهتعمل لنا النهارده موديلنج على كولكشن جديد من الويجز او البواريك. رجعت موضه البواريك تاني يا وليد، والستات ابتدت تتجه ليها، بس ابتدوا يتجهوا اظن ان هم عشان يحافظوا على شعرهم. انت ايه رايك؟ هي البواريك بتحافظ على الشعر اكتر من تركيب الشعر العادي. والبواريك فايده للشعر، يعني انت بتغطي شعرك بيطول احسن، بيتغذى اكتر، يعني الشعريه اللي تحت بتبقى صحتها احسن مع الباروكه، وبعدين حلوه يعني البواريك اللي نازله دي جميله. الفكره بقى ان انا طول عمري وندى وكل الستات والبنات بتحب قوي طبعا، وانت طبعا اكيد خبير في القصه دي، بيحبوا قوي فكره ان هم يغيروا كل يوم لون لشعرهم. تمام. فكره التغيير، النهارده انا زعلانه فانا عايزه اعمل شعري اصفر. تمام. فرحانه. تمام. هعمل شعري احمر. مظبوط. مثلا الالوان اللي هي اللي طلعت موضه قوي بقالها فتره، اللي هي البلوندات الفظيعه، واحنا اغلب شعرنا كشرقيات بيبقى غوامق، لكن برضو بنحاول مره واتنين ان احنا نعمل حاجه بلوندات. تمام. بلوند قوي ده طبعا بيضر الشعر. تمام. قول لي بقى فكره الباروكه، ان انا اصبغ الباروكه او ان انا استخدم باروكه مصبوغه اوريدي، هتبعدني خالص عن فكره الصبغه وهتديكي شكل احلى، شكل احلى واظبط صح؟ بالظبط. يعني انا حاولت اعمل اللون الفظيع ده. ده بيسموه لون ايه اللي هو اللي جنبك؟ بلوند. اشقر بلوند. اشقر بلوند. استحاله ان هو يجي بنفس الظبطه قوي دي مع اللون الغامق، مع لون شعر اساسي يكون غامق. تمام. لكن في الباروكه انا شايفه ان هو بيجي بس بيعدم الشعر، بيهلكه تماما. انما في الباروكه انت غيرتي وعملتي الشكل اللي انت حباه من غير ما تهلكي شعرك خالص، بالعكس حافظتي على شعرك. والباروكه دي مثلا او اللون ده ممكن ابقى محتاجاه مثلا في سهره، في ليله راس السنه زي النهارده كده، لكن الصبح رايحه شغلي او رايحه الجامعه مش هلبس او مش هبقى بالظبط، هضطر ارجع لباروكه حاجه ثانيه او باروكه طبيعية. عادية. طيب الواجز اللي معانا دي اظن ان هي حراري، ادينا بقى فكره كده، احكي لنا عن الحراري. الحراري ده المفروض ان كل الكوفرات بتقول لك لا مش بيتعمل ببليس ولا سشوار ولا وكله كله كله بيقول ان الموضوع، انا النهارده بقدم لك شعر حراري بيتعمل سشوار وبيتغسل وبيتعمل ببليس كانه شعر طبيعي. اوكي. بس محتاج حد يتعامل معاه كويس، يعرف يتعامل معاه كويس، لازم يبقى عنده راس، لازم يعملوا سشوار على درجه معينه، ببليس على درجه معينه، وشعرايه هتعيش معاكي، يعني حاجه نظيفه جدا. طيب انا اكتر حاجه اقدر استخدمها كبيبي ليس مثلا على الشعر اللي هو الحراري ده، اكتر درجه حراره تبقى قد ايه؟ 180. 180 اكتر حاجه. اقصى حاجه. طيب الشعر الحراري ده ما بيتسبخش ولا بيتسبخ؟ لا مش بيتسبخ. انا بختار بقى مثلا، بجيب مثلا واحده بني، واحده سوداء، واحده بالزبط. واحده صفراء، لان هو اسعاره حلوه جدا يعني. واسعاره حلوه جدا طبعا. لا يعلى علينا، اللي انا عارفاه يعني لا يعلى عليه الشعر الطبيعي، بس اسعاره واو. واو. مش كل الناس تقدر تشتري كذا واحده كمان وتغير فلوس. بالظبط. انما ده تقدري تشتري كذا واحده وتغيري فيه، سعره حلو. وهو حلو جدا والوانه واو، الوانه احلى من الطبيعي. احلى من الطبيعي. طيب معانا ندى بقى، عايزين نعمل عليها كده ستايلنج لكذا باروكه، تقول لنا رايك. هو بيتعمل ببليس كمان، ورينا ازاي بيتعمل ببليس وازاي بتعمل له ستايلنج. هي اللبسه دي باروكه صح؟ دي شعر هي لابساه. ده المفروض ان هو يعني اللي كل الناس بتقول ان ده مش بيتعمل. احنا النهارده هنعمله ببليس، وهنوري الناس ببليس، وهنوري الناس ان هو بيتعمل ببليس. طب الافضل لما يكون عندي واجره وانا في البيت، هل انا اللي امسكها اغسلها واعملها ببليس، ولا اوديها لحد متخصص احسن؟ لا اعمليها، لازم تعمليها لنفسك. موضوعها سهل جدا مش صعب. انت دلوقتي بتعمل له بالبيبيليس وبدرجه حراره انا عاجبني 300. اوكي. محدش يقدر يشتغل بيها 300 على الشعر ده، بس احنا عشان احنا متخصصين. انما في البيت لا، خلينا نتكلم على الناس عشان ما يبوظوش البقى. هم في البيت بيعملوها على 180. على 180. بس حلو فعلا ما شاء الله. شعرايه حلوه ولمعتها حلوه ولمعتها طبيعيه. شعرايه جميله جدا. وتستحمل ببليس، تستحمل سخونيه يعني، وبتعيش يعني. كل الناس بتقول لك بتتجاب. مسكيها
كل الناس فيها ندى عشان ما تقلعهاش. بيقول لك مش بتعيش، لا هي فعلا بتعيش. بتعيش وعمرها طويل يعني. طيب في ناس كتير ما بتبقاش عارفه ازاي تلبس الباروكه وازاي تقلع الباروكه، الموضوع سهل ولا صعب؟ هنوريهم دلوقتي كل حاجه. اوكي. انا نفسي اجرب عليها السفره دي، حاسه ان اللوك هيبقى مختلف حالة. جدا. معلش انا خليكم معايا عشان ما تشوفوش. هنجرب على ندى دلوقتي الوج الصفرة اللي هي الدجرة دي، لونين مع بعض. ورينا كده بقى. امسكيها من قدام. واو، ندى بقت حد تاني خالص. امسكيها من قدام، هاتيها من قدام. دايما مشكلة الناس في الوج ان هي ممكن تبان ان هي باروكة. ايه بقى ما غششنا كده، ايه التريكات اللي ممكن اعملها وما تبانش انها باروكة؟ زي ايه مثلا؟ انا مثلا بعمل حركة كده ما اعرفش صح ولا غلط، لما تكون الوج لونها قريب من شعري بطلع خصلة من هنا صغيرة قوي، بطلع الجزء الاول ده بالظبط وادخله مع الوج، خصلة رقيقة خالص بتبين لك الموضوع طبيعي جدا. اوكي. مش بتبين الفرق بتاعها، بتخلي الفرق بتاعها يبقى طبيعي، ما بيبقاش باين. لكن لما يكون الوجه لونها لا ينفعش نطلع خصل، بعيد عن شعري تبقى صعب خالص ان انا اطلع خصله. ما ينفعش خالص ان احنا نطلع خصل. اللون تحفه، بصوا اللون على اوريدي اللون بتاعها بيبقى كده. انا اخر مره عملت اللون ده اتحرق شعري كله. يعني قعدت بيه مبسوطه شويه بس هلك الشعر، يعني اضطريت بعد كده ان انا الالوان دي فعلا بتهلك الشعر. بس في البواريك دي بقى حلوه ومريحه ومش بتستخدم شعرك خالص يعني. موضوعها بيبقى سهل قوي وموضوعها جميل يعني. حلوه جميله، بصوا حلوه. ده اللون التاني على نظر. لونها حلو قوي قوي قوي. طيب خلينا نجرب واحده كمان ووريهم كل الستايلز بقى. ورينا ندى كده من الظهر، يعني لفي لفه كده. بصوا شكل الواج من ورا عامله ازاي، واخده الفرنش كات اللي هو الفرنساوي الشيك، ولدرجه اللون تحفه عليها. هوريكي حاجة برضو فرنش كات حلوة قوي. ورينا حاجة طويلة بقى. اللون الغوامق كمان حلوة، يعني الغوامق بتيجي على ناس كتير، خصوصا احنا كشرقيات اغلب بالزبط. ببشرتنا اغلب بشرتنا بتبقى اللي هو القمحي او السمار، فلما بنكون لابسين او حتى صابغين شعرنا غوامق انا بحس ان هي بتبقى اشيك وبتناسب لون بشرتنا ولون عيوننا عموما كمصريات يعني. الواجي اللي عليها دي حلو قوي يا وليد. لونها تحفه، ده اللون البني مش كده؟ ده البني الغامق العادي بتاعنا الطبيعي، البني العادي. بصوا ندى غيرت ستايل في ثلاث دقايق، عملت ثلاث جنسيات. كمان انا حاسه لما بتكون الواجهه ليها قصه بتبقى اسهل في اللبس، ومش في اللبس في انها تظهر طبيعي، بيبان طبيعي اكتر، بتبان طبيعي عشان ما بيبانش الخط بتاع الحته اللي عند القصه، الفرق اللي في القصه. هل كل الوشوش يليق عليها فكره القصه دي ولا؟ لا، مش كله مش بيليق. بتبقى محتاجه انها ترفع بالظبط، لو قريتها كنزه ده مثلا ده شكلها كده طبيعي جدا عليها. حلو قوي، ما تجيب لنا القصه على جنب كده. القصه ما بتجيش على كل الجناب، هي بتبقى الستايلنج حسب الباروكه، هي حسب الباروكه هي جايه بقصه جنب ولا لا، بس احنا بينفع نجيبها زي كده. يعني احنا ينفع نعملها زي كده. ورينا كده كده القصه جت على جنب وبشكلها شيك قوي. حلوه قوي. طيب في واحده كمان عجباني، انا مش عارفه اني واحده دي لونها تحفه، واخده بيسموها ايه لا ورينا اللي معاك دي، اللي معاك احلى طحفة. اللي معاك احلى. هنشوف بقى ندى في صوره جديده في شكل مختلف. ده بقى الفرنش كات. الفرنش كات واللون النحاسي ده. لا صبغه ولا وجع دماغ ولا قصي ولا طولي واو. بصوا الستايل هينظبط، والكات مظبوطه بالملي ده الفرنش كات القصير.
ده الفرنش كات القصير، حلوة قوي على وشها ما شاء الله. حلوة قوي قوي قوي، وتناسب بقى واحدة رايحة الجامعة، تناسب واحدة رايحة النادي، عملية خارجة الصبح، عملية. لا هي لونها فظيعة صعب، ولا هي كمان طويلة اوفر، يعني في بواريك بتبقى عملية. طويلة طويلة طويلة. دي حلوة قوي عليك يا ندى، طبيعية قوي. طيب تنصحني بقى بايه عشان انا احافظ على الشعر ازاي؟ يعني ده طبعا لسه لا اتغسل ولا اتعمل بيبيليس ولا حاجه، هو جاي كده. تمام. ايه نصايحك انت يا وليد لان انا احافظ على واج زي كده؟ يبقى عندك راس زي دي، يبقى عندنا زي موديل كده او راس، راس نحط عليه شماعه. بالظبط، شماعه. اوكي، تعلقي عليها وكل ما تقلعي تسرحيها قبل ما تشيليها. وانا بشيلها وانا بلبسها. بالظبط. بسرحها باي مشط ولا حاجه معينه؟ اوكي، تعيش معاكي مده اطول. طيب وطريقه الغسيل اغسلها ازاي لو انا هغسلها في بيتنا مثلا؟ وهي واقفه. وهي واقفه. انت عارف انا مره عملت ايه؟ انت عارف مره عملت ايه في باروكه؟ مره مسكت الباروكه عملتها كده 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 كده. لا خلاص باظت كده. وكانت طبيعي. وكانت لسه جايباها يوم اول يوم وطلعت حته واحده. لا حرام. دي تتغسل وهي واقفه كده. وهي واقفه ميه وشامبو عادي. ميه وشامبو عادي. واعمل لها بقى بيبي ليك، واعمل لها بقى مثلا كريم حمام كريم. اعملها زي شعري الطبيعي. تتعاملي معاها طبيعيه جدا. بحبها. تتعاملي معاها طبيعيه جدا، تعيش معاكي اكتر. اوكي، وبالنسبه للبيبي ليس احنا قلنا بيبي ليس واستشوار. واستشوار. طيب وبالنسبه اللي هو بيسموه زي الصاروخ، انتوا بتسموه الصاروخ اللي هو الطويل ده؟ الويفي. بيعمل الويفي. برضه استخدمه عليه؟ وهوريكي دلوقتي بالويفي بيعمل ايه. طيب يلا بينا عشان معانا دقيقه واحده عشان نسيب الناس تحضر بقى العشاء بتاع راس السنه. كل سنه وانتم طيبين، واللي ينزل يسهر ينزل يسهر، واللي هيتفرج علينا يتفرج. نجرب بقى كده. ايه يلا ندى اخر وجه معانا ازاي ممكن نعمل لها ويفي. اوكي بصوا، سهله جدا في اللبس، يعني هي ندى لبستها في دقيقه واحده كانت لابساها. وكمان يساعد بقى لو انا عندي خروج، عايز انزل اخرج ما بقاش متأيدة ان شعري مش معمول ولا مش مسبوق ولا كده. هنشوف هيتعمل ويفي ازاي. حلو قوي يا وليد. وليد احنا لازم هيبقى لنا حلقات وحلقات نعمل بقى ستايلنج للشعر. بصوا عملت ويفي، دي كانت ليس واتعملت ويفي. عايزه اشكر وليد واقول له نورتنا وشرفتنا، وكل سنه وانت طيب وسنه جميله علينا كلنا. ربنا يخليك. واشكر ندى، وحلوه كل اللوكس عليك يا ندى، حلوه. كل سنه وانت طيبه. المشاهدين الاعزاء كل سنه وانتم طيبين. طبعا دي اخر حلقه في انتي وبس في الموسم، وهنبتدي موسم جديد ان شاء الله. انتظرونا السنه الجديده ان شاء الله تبقى احلى من 2020. 2020 ما كانتش وحشه، كانت حلوه، واللي جاي ان شاء الله احلى. يلا بينا عشان نحتفل بمولد سنه جديده. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم ونالت اعجابكم، وبحبكم جدا. وانتظرونا في حلقات جاية كتير. تصبحوا على خير، كل سنة وانتم طيبين.